بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي المشاهدين، مشاهدي قناة النادي الأهلي في كل مكان، أهلا وسهلا بحضراتكم في أولى حلقات هذا الأسبوع من البيت الكبير. الأهلي الحمد لله صعد لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا. ده الطبيعي بالمناسبة، يعني مش هنعمل عليها قصة ومش هنعمل عليها موضوع، لأنه خطوة جديدة في طريق وصول النادي الأهلي لمنصات التتويج، الفوز ذهابا وإيابا. هتقول لي يا عم ده الماتشين اتلعبوا في استاد القاهرة، ولكن المباراة الأولى كانت هي من المفترض أن تكون مباراة الذهاب وكانت ستلعب في إثيوبيا، ولكن بقرار من الاتحاد الإفريقي بأن ما ينفعش سان جورج يلعب في إثيوبيا بسبب بعض المواصفات الخاصة بالاستاد، وبالتالي لعب المباراتين في القاهرة. والحقيقة أعتقد أن الكابتن خالد بيبو عندما تكلم في هذا الأمر وقال أنه النادي الأهلي استطاع أن يقنع هذا الفريق، فريق سان جورج، أن يلعب المباراتين على استاد القاهرة. الأهلي الفريق الأفضل والأكبر في إفريقيا والعرب والشرق الأوسط، وطبيعي الحقيقة أنه يصعد لدور المجموعات. الحقيقة على الجانب الفني الأهلي قدم أداء طيبا للغاية، وأعتقد أن الأهلي بعت رسالة لكل المنافسين أن الأهلي مش هيهزر. الأهلي ناوي إن شاء الله على البطولة الـ 12 إن شاء الله، ربنا يكرمنا. نحن لا نعلم ماذا سيحدث خلال الأيام القادمة، ولكن الأهلي عندما يلعب يلعب دائما ليفوز بالبطولة. عشان كده حضراتكم شفتوا الأداء بجدية وقوة مهما كان المنافس. بالمناسبة شفنا كمان مشاركة عدد كبير من اللاعبين في المباراتين، وده بيؤكد جاهزية جميع اللاعبين. الحقيقة في بداية السنة أنا قلت لحضراتكم عندما كان نادي الأهلي في النمسا وبيعمل فترة الإعداد، قلت لحضراتكم إن إحنا عندنا فريقين أو ثلاثة كمان، فريقين ونص، مش هقول ثلاثة، لكن في النهاية عندنا مجموعة لاعبين مفيش حد منهم أساسي وحد تاني احتياطي، لا، إحنا عندنا كل مجموعة اللاعبين الحمد لله والشكر لله كلهم يقدروا يلعبوا ويؤدوا. هتقول لي يا عم انتوا لعبتوا فريق ضعيف وفريق من الفرق او الاقل فنيا في افريقيا. طبعا اقل فنيا في افريقيا، ولكن انا بتكلم على اداء الاهلي، مش بتكلم على اداء الفريق الاثيوبي. انا بتكلم على اداء الاهلي، كيف كان اداء الاهلي في ظل عدد او في ظل تشكيل معين في المباراه الاولى، ثم تشكيل اخر في المباراه الثانيه، او عدد كبير من اللاعبين تم تغييرهم في المباراة الثانية عشان الجميع يكون جاهز للدفع في أي وقت بيهم وفي أي وقت. خلي بال حضراتكم برضو، هرجع تاني واتكلم النهاردة أنا عندي ضيف مهم جدا جدا جدا، ده وقته إن احنا نسمعه، وقت إن احنا نسمع قيمة كبيرة فنية وقيمة كبيرة الحقيقة زي كابتن ضياء السيد. كابتن ضياء السيد هنسمع منه النهاردة هو ليه الأهلي، يعني ليه بنقول دايما الراجل بيريح اللعيبة من دلوقتي، مع ان دلوقتي مفيش ضغط، ولكن الضغط الكبير قادم. الضغط الكبير اللي هيواجهه النادي الاهلي هذا الموسم وعدد البطولات وكم البطولات، دوري ممتاز، كاس مصر قديمة وجديدة، ودوري ابطال افريقيا، ودوري السوبر الافريقي، وكاس العالم للاندية ده لغاية شهر 12 او اخر 12، وكاس النخبة، نخبة سوبر النخبة اللي كان افتتاحه من كام يوم، او كان الإعلان عنه من كام يوم هنا على سفح الهرم. مش كده وبس، لدى الأهلي أيضا بيمثل العمود الفقري أو العمود الفقري لأي للمنتخب الوطني، 7 8 9 لاعبين غير علي معلول، غير أليو ديانج، غير رضا سليم، غير بيرسي تاو مع منتخبات بلادهم. وكمان بعد ما تخلص شهر 12 مع هذا الضغط الكبير جدا اللي أنا بتكلم عنه، في شهر يناير القادم كاس الامم الافريقيه، كل ده ضغوط بتثبت صحه ووجهه نظر كولر اللي باصص لقدام مش بيبص تحت رجله. في شهر اكتوبر بس اللي احنا فيه ده الاهلي هيلعب 3 بطولات، دوري وكاس مصر قديم ودوري السوبر الافريقي، 3 بطولات. عشان كده كل شويه حد يقول لي ايه يا عم اسلام انت كل شويه تطلع تقول الراجل بيعمل روتيشن عشان الاجهاد. يا جماعه مش الاجهاد، مش دلوقتي الاجهاد، فيما هو قادم، الاجهاد فيما هو قادم. ده اللي يخليني اقول لحضراتكم ان الاهلي السنه دي ان شاء الله باذن الله
يا رب ربنا يكرمنا ونستطيع ان نفوز بكل البطولات. اتمنى طبعا النادي الاهلي لما بيلعب بيلعب على كل البطولات، ولكن زي ما شفنا في بطوله السوبر انت الفريق الافضل من وجهه نظري، احنا كنا الافضل فنيا وبدنيا وكل شيء على الملعب، ولكن استطاع الفريق الجزائري بركله جزاء غير صحيحه ان هو يفوز. وبالتاكيد على الجانب الاخر معانا مدرب ايضا قادر على اداره الفريق في ظل هذه الظروف الصعبه، لانه هذا الرجل وجهه نظري ان هو يمتلك خبرات واصبح يمتلك خبرات افريقيه كبيره وايضا قدرات رائعه بعيدا عن راي بعض لعيبه الكوره، هسميهم لعيبه الكوره والله انا انتوا عارفين حضراتكم ان انا ما بحبش اتكلم على حد، ولكن ماشي هنعديها بعيدا عن راي البعض اللي بتحاول وبتستهدف دائما المدير الفني للنادي الاهلي سواء موسيماني سواء كولر سواء غيره، حتى اللي جاي لو اللي جاي انا ما اعرفش اسمه، اللي جاي بعد عمر طويل ان شاء الله هيكون عندي علامه استفهام، لو الراجل ده هيفضل زي ما هو هيطلع يحلل برضه ويقول لك العلامه استفهام ده ما عندوش فكره، هتشوف انا مع حضراتكم وحضراتكم معايا، لو مش معاكم هنا هبقى معاكم على الفيسبوك نتكلم يعني. فكولر مدرب اكتر من رائع، والحقيقه بيواصل قياده مسيره النادي الاهلي للانتصارات وانتصارات رائعه الحقيقه. كولر من وجهه نظري واحد من المديرين الفنيين اللي لهم تاثير كبير جدا جدا على فريق النادي الاهلي وعلى الحاله اللي شايفينها داخل الفريق بالمناسبه. حاله رائعه وحاله جيده جدا 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 تخليك تبقى وانت قاعد بتتفرج بتبقى مبسوط. تبقى سعيد. وجود كابتن خالد بيبو ايضا على الجانب الاخر الحقيقه ده مش معناه ان انا بتكلم على كابتن سيد ان هو كابتن سيد كان بيعمل ولا لا، انا بتكلم هنا على كابتن خالد. خلاص كابتن سيد واحد من المديرين الكره الكبار وسيظل اسمه محفور في قلوب كل الاهلاويه، محدش بس يقعد يقول لي اصل انت بتقارن هنا، عمري ما اقدر اقارن كابتن سيد عبد الحفيظ بكابتن خالد بيبو، ده حاجه وده حاجه. كابتن سيد بقاله 14 15 سنه في هذا المكان، كابتن خالد بيبو ما بقالوش 3 4 شهور في هذا المكان، وبالتالي انا بتكلم ان خالد بيبو استطاع ان هو يضع الهدوء ما بين اللاعبين زي ما حضراتكم شايفين، الكل مبسوط الكل سعيد. إدارة أو مدير الكرة في التوقيت ده بيبقى له دور مهم مع المدير الفني اللي طبعا له الدور الأكبر وكل شيء، ولكن مدير الفني قوي مع مدير كرة هادي وقوي نقدر نصل للي حضراتكم شايفينه. هتقولي لسه بدري، طبعا لسه بدري طبعا لسه بدري، ولكن الأمور باينة، الروح باينة ما بين اللاعبين. وجهة نظري انه كهربا كان حاسس ان هو مش عارف يجيب اجوان الفتره اللي فاتت، اللعيبه كلها راحت في ضربه الجزاء قالت له خد هات جون. ليه؟ لان ده عندنا مدير فني يستطيع ان هو يقرب اللاعبين ويقرب اللعيبه بينهم وبين بعض ويخليهم زي ما حضراتكم شايفين، وهو ده اللي احنا نحتاجه خلال الفتره القادمه. طيب خلونا نبدا اولى فقراتنا النهارده وفقرتنا الرئيسيه فقره حائط صد. الحقيقه انا اتكلمت مع حضراتكم الاسبوع اللي فات وقلت انه اللي اتكلم في الاعلام يجب ان يكون حريص على عدم الانزلاق لزياده التعصب او عمل فتنه ما بين الجماهير. ودايما لما كنت بتكلم حتى لما كنا بنرد على اي حد بنرد بمنتهى الاحترام والادب وباخلاق النادي الاهلي، لكن الغريب ان انت تلاقي البعض على السوشيال ميديا من غير المنتمين للنادي الاهلي بيتكلموا على مين فاتح خط مع لاعيبه الاهلي. الحقيقه من وجهه نظري ان هذا الكلام هو الناس دي بتقول كده علشان لمجرد ان هي بتداعب الجماهير جماهيرهم. على فكره اللي عايز يمشي من الاهلي يمشي، محدش بيخسر حاجه. على فكره زي ما قلت لحضراتكم وزي ما مش انا اللي قلت، زي ما رئيس مجلس اداره النادي الاهلي الاسطوره الكبيره والعظيمه كابتن محمود الخطيب قال مع اعتقد مع كابتن شوبير من فتره، قال ايه؟ قال انا ما بزعلش منهم انا بزعل عليهم. وما قالش انا الكابتن خطيب، لا قال لك النادي الاهلي ما بيزعلش منهم ولكن هيزعل عليهم. ده اولا.
اللي عايز يمشي ما يمشي، واللي عايز يقعد ينور النادي الاهلي واسمه هيكبر. والنادي الاهلي خد بطولات بلاعبين يعني مش عايز اقول لحضراتكم، لكن الغريب ان الكلام ده يعني يجيب صدى. يعني الكلام ده لما اسمعه على السوشيال ميديا ما عنديش مشكله، ولكن لما الكلام ده يجيب صدى عند واحد من المفترض ان هو مرشح لتولي مسؤوليه نادي كبير زي نادي الزمالك ويردده، ما اعرفش. الحقيقه انا دايما بشوف ان لا يجب ان يتم وضع مثل هذه الامور مع الكبار. يعني حد فيكم عمره شاف كابتن خطيب بيقول مثلا، او العمري بيه فاروق، او اي حد من النماذج الكبيره في النادي الاهلي، كلهم الحقيقه نماذج كبار، ولكن هل حد فيكم سمع هذا الكلام؟ وجهه نظري في مثل، وانا هنا ماليش علاقه، ولكن انا بعلق على امر انا شفته واستغربت له جدا وحطيت عليه علامه استفهام، على الرغم من ان الامر ده مش من المفترض ومش من المنطقي. لانه مش من المنطقي ان انت تتكلم مثلا يعني عن كهربا او تتكلم عن لعيبه النادي الاهلي، ما تركز في الانتخابات اللي عندك وركز في المشاكل اللي موجوده في ناديك. اقسم بالله انا هنا مش عايز حاجه، ولكن خلي حضرتك مركز في نادي الزمالك يحتاج الى مجلس اداره، وده حصل من خلال وزاره الشباب والرياضه اللي عملت لجنه علشان بسرعه يعملوا انتخابات. فركز في الانتخابات عشان اللي عايز يكسب بيركز في الانتخابات. انا عارف مش انا لوحدي، كل مصر عارفه ان نادي الزمالك فيه مشاكل كتيره، بتركز في مشاكل نادي الزمالك. ايه اللي دخل كهربا؟ ايه اللي دخل ما تحطهاش في دماغي؟ لا حبيبي، حط اللي عايز يحط حاجه في دماغه يحطها، اللي عايز يحط حاجه في دماغه يحطها. اولا محدش هيعرف ليه، مش فتوانة، مش حاجه تانية، والله العظيم ابدا. ولكن النادي الاهلي عنده سقف لكل حاجه، سقف كده موجود معروف، النادي الاهلي عنده سقف حتى في التعاقدات. حضرتك هتعدي السقف ده؟ مش هعرف اجيبك، اتفضل. عايز تروح نادي الزمالك؟ اتفضل. عايز تروح نادي بيراميدز؟ روح. عايز تروح نادي الفلاني؟ روح. ولكن سيظل النادي الاهلي ماشي زي ما هو، بياخد بطولات زي ما هو، جماهيره بتزيد زي ما هي، جماهيره هي الاكبر والافضل والاعظم في من وجهه نظري في تاريخ الرياضه في مصر. هيفضل كده برضه، مين راح مين جه. عايز تحط في دماغك الكلام ده حطه، مش عايز تحط في دماغك الكلام ده انت حر. ولكن يقول لك اصل الكهرباء لازم يعتزل، ده كلام وجهه نظري ان هذا الكلام لا يصح، ما يصحش والله العظيم. اذا كنت تريد ان انت تكسب رئاسه نادي، ما ينفعش تتكلم على لعيبه الاهلي لمجرد ان انت بتغازل جمعيتك العموميه او جمهورك عشان يكتبوا عنك كلام كويس ويقولوا ده احسن واحد في الدنيا. انا بصراحه انا اسف يا جماعه انا بقول هذا الكلام، ولكن انا ما شفتش الكلام ده في انتخابات النادي الاهلي مثلا، ما بين قيمه كبيره زي قيمه الكابتن محمود الخطيب مثلا، بلاش الانتخابات اللي قبلها، والمهندس محمود طاهر مثلا، عمرنا ما شفنا ان هم واحد فيهم بيتكلم عن هذا الامر. كابتن خطيب كل همه النادي، ساعتها المهندس محمود طاهر كل همه، يعني الناس كلها همها النادي، مفيش حاجه تانية، والاعضاء الجمعيه العموميه اختاروا ما يريدوه. النادي الاهلي مثلا كابتن خطيب قرارات بياخدها، كابتن خطيب يبقى العامري بيه فاروق، يبقى خالد بيه مرتجي، يبقى كل الناس اللي موجوده كابتن خطيب لانه رئيس مجلس اداره النادي كلهم. لما مجلس اداره النادي بياخد قرار، بياخد قرار مش عشان يكسب الانتخابات اللي جايه. هو لما كابتن خطيب ومجلس ادارته افتتحوا الفرع او المقر الخامس للنادي الاهلي في التجمع الخامس عشان يكسبوا الانتخابات اللي جايه؟ لا، كان لسه بدري على الانتخابات اللي جايه، كان ممكن يقعد سنتين لغايه لما يجي قبل الانتخابات بشهرين ثلاثه ويفتح المقر. ولكن لا، كابتن والله والله مجلس اداره النادي الاهلي كان مصر اصرار غير طبيعي ان هو مش قبل، مش المفروض اتفتح يوم 1/6 اللي فات، والله كان عندهم اصرار ان هم يفتحوه قبل كده بخمس ست شهور كمان، ولكن لظروف معينه وحاجات جايه من بره والكلام ده كله. فمحدش بيفكر في مغازله جمهور، وانا بعمل كده عشان اسم النادي الاهلي واعضاء الجمعيه العموميه طبعا، ولكن انا مشيت وجي رئيس نادي تاني هيعمل حاجات تانيه. هو ده،
لكن ايه اللي دخل كهربا وايه اللي دخل اصل فلان واصل انا هحط في دماغي، حط وليد، حط اللي عايز يحط حاجه في دماغه يحطها. اللي عايز يعني ايه يقول لك اصل انا هجيب، ما تخلونيش احط في دماغي ان انا ممكن اجيب لعيبه من الاهلي، هو عادي على فكره يعني. وبالمناسبه وامام عاشور، النادي الاهلي ما خدش امام عاشور من نادي الزمالك، عشان تبقوا حضراتكم برضو الامور واضحه. نادي الاهلي خد امام عاشور من نادي ميتلند الدنماركي، ولا انا بقول كلام غلط؟ انت عندك مشاكل، خليك في مشاكلك. اقول لك المشاكل اللي عندك، عندك مشاكل كتير في القيد، في عقود لعيبه، مشاكل في العاب الصالات، لعيبه بتشتكي ناديك في العاب الصالات. يعني انا رايي ان الناس دي لازم يعني هذه المجموعه المحترمه يعني اللي بتتنافس في الانتخابات يجب ان توجه مجهودها لحل مشاكلها، بعيدا عن كهربا وبعيدا عن الناس دي. وجهه نظري ان باي حال من الاحوال ما ينفعش يكون كلامك بيعمل زياده في التعصب بين الجماهير. المسؤول يجب ان يكون او يعرف بيقول ايه. مرشح ان انت تكون مسؤول، اي حد، انا بتكلم بشكل عام، حضرتك مسؤول مش واحد على السوشيال ميديا او جمهور في المدرجات. انا لا استطيع ان الوم على الجمهور ولا استطيع ان الوم على السوشيال ميديا، لانه في الاخر المسؤوليه واضحه. هو لما مجلس اداره نادي الاهلي بياخد قرار مش بياخده عشان السوشيال ميديا بتقول او عشان الجمهور بيقول، هو بياخده عشان هو شايف ان ده في مصلحه النادي الاهلي. فالشخص اللي كان في موضع مسؤوليه ودلوقتي من المفترض ان هو مرشح ان يكون في موقع مسؤوليه، ما ينفعش ينجرف لمثل هذا الكلام. الكلام ده احنا بنسيبه لبعض الاعلاميين، للسوشيال ميديا، للجماهير في المدرجات، ولكن لا يصح ان يكون مثل ان تكون مثل هذه الامور ما بين المسؤولين. وجهه نظري، اتمنى ان هي تصل، واتمنى ان الرساله تكون واضحه وصريحه للجميع. النقطه الثانيه، وانا تعبت من هذا الامر برضو زي ما تعبت من الكلام على حقوق الرعايه والكلام اللي حضراتكم عارفينه، ولكن النقطه الثانيه لسه الناس في ناس في الميديا بتحاول ان هي تتكلم عن اسباب التغيرات الاداريه في النادي الاهلي. والحقيقه انا كنت اتمنى، يعني انا بحيي صديقي المهيب عبد الهادي. ليه؟ لان انا كنت اتمنى ان انا اكون مكانه في واتحاور مع كابتن سيد عبد الحفيظ، ولكن كابتن سيد عبد الحفيظ طلع مع كابتن مهيب، وانا بحيي مهيب على الحلقه، حلقه رائعه الحقيقه. ولكن كابتن سيد قال ايه؟ قال لك انا مسؤول او مش مسؤول، في كلام ما اقدرش اقوله، لانه مش معناه ان هو غلط. بالمناسبه الكلام اللي بيتقال ده مش غلط، ولكن ما ينفعش اقول اسرار فرقه سواء انا جوه المسؤوليه او بره المسؤوليه. واتكلم كابتن سيد في حواره الرائع الحقيقه مع كابتن مهيب ان مفيش مشاكل خالص، حتى بعد ما الفريق بدا مشواره وكابتن خالد بيبو الحمد لله الامور ماشيه بشكل اكتر من رائع. لسه كنت بتكلم مع حضراتكم، ولكن ايه هي الرساله اللي حضرتك عايز او اللي حضراتكم عايزين توصلوها؟ انه حتى لغايه من يوم او يومين او ثلاثه الناس كانت بتتكلم على ان كابتن سيد عبد الحفيظ مشي وكابتن خالد بيبو جه. هل لان ما فيش في الاهلي مشاكل فحضرتك بتحاول تخلق اي مشاكل؟ ولا عشان ايه؟ بترجعوا الناس بترجع لقرار فات عليه اكتر من شهرين تقريبا او ثلاث شهور، ولا حد اشتكى ولا حد طلع صرح بحاجه. الرجل كابتن سيد عبد الحفيظ نفسه، هو نفسه، مش خياله، مش حد تاني، طلع واتكلم. فهل كلام كابتن سيد عبد الحفيظ اللي قاله لا يكفي؟ كابتن سيد قال، مهيب سأله في كل حاجة وكابتن سيد جاوب بكل حاجة، ولكن في حاجات قال هو أنا مش مسؤول في النادي الأهلي، ولكني لن أستطيع أن أجاوب على مثل هذه الأمور لأنها أسرار فريق أو أسرار نادي. أنا بحيي كابتن سيد عبد الحفيظ على هذا الأمر. هذا هو الفارق ما بين سيد كابتن سيد عبد الحفيظ أو ابن من أبناء النادي وأي حد تاني.
هو ده اللي كابتن سيد بيعلمه، كابتن سيد عبد الحفيظ بيعلمه للأجيال القادمة. وقال أنا وخالد بيبو أصدقاء، كلمنا أنا وهو مرة واثنين وثلاثة. طب إيه المطلوب من كابتن سيد يعمله تاني؟ يعني إيه المطلوب في هذا الموضوع؟ بما إن يعني حتى مهيب سأله قال له حضرتك يعني كابتن سيد وحسام غالي، بيتقال إن حسام كابتن حسام غالي لا كان سببا رئيسيا في إن كابتن سيد يمشي. قال له لا طبعا. قال له ده قرار للجنة يعني الكلام اللي حضراتكم سمعتوه من كابتن سيد. فالحقيقة أنا بستغرب جدا جدا أن يتم إعادة وتدوير هذا الكلام في 3 4 أيام بعد بعد شهرين أو 3 شهور من انتهاء هذا الأمر. هي ما هي إلا مجرد خلق مشاكل، بما أن النادي الأهلي ما فيهوش مشاكل. حتى الناس أو البعض كان ينتظر بعد هزيمة النادي الأهلي، عفوا بعد هزيمة النادي الأهلي من في السوبر الإفريقي، البعض شاف ان نستنى شويه هنلاقي مشاكل، ولكن لا الحمد لله ربنا كرم، لعبت المصري كسبت 4، وبعدين لعبت سان جورج كسبت هنا 4 و3 و4، وبالتالي الامور ماشيه. فرقه بتلعب هنا وفرقه بتلعب هنا وفرقه بتلعب هنا، الامور ماشيه بشكل جيد. عندك مباراه يوم الاربعاء في قبل نهائي كاس مصر مع امبي، وبالتالي الدنيا ماشيه. اللي انا اعرفه في موضوع كابتن سيد عبد الحفيظ تحديدا، اللي كان موجود في الاجتماع معروف، الصورة واضحة، لو تعرف تجيبها لنا يا سمير لو سمحت. فالصورة واضحة فيها كابتن خطيب، كابتن حسام غالي، كابتن محسن صالح، كابتن زكريا ناصف، ومعاهم كابتن سيد عبد الحفيظ اليوم ده. مظبوط، الأربعة وخمسة اللي هم الخمس، فيش حد سادس. اللي طالع يقول هذا الكلام هل كان موجود في وسط الخمسة دول مثلا؟ طيب الكلام اللي طلع، اللي اي حد طلع يتكلم فيه، طلع قاله ازاي؟ بناء على ايه؟ اذا كان الوحيد اللي طلع يتكلم في هذا الامر هو كابتن سيد عبد الحفيظ، واتكلم زي ما حضراتكم شفتوا. فانا بستغرب جدا جدا، ولازم الفت النظر لهذه الامور، لانها امور وجهه نظري هي امور غير طبيعيه. ان انا اتكلم عن قرار تم اتخاذه، هو القرار ده كان في حاجة 8 على ما أتذكر، النهاردة احنا 1/10، يعني في شهر ونص أو شهرين، كان 4/8 أو 5/8، صح يا شباب ابقوا صححوا لي يعني لو الكلام ده صح. فالقرار كان من شهر ونص شهرين، جاي تتكلم فيه دلوقتي؟ طب ما قلتش الكلام ده من ساعتها ليه؟ فأنا مثلا من الناس اللي عجبوني برضو كابتن سيف زاهر، وهو بيتكلم لما قال عارفين ليه الأهلي طول عمره مبادئه ما بتتكسرش؟ عارفين ليه الأهلي في حتة تانية؟ لما اتكلم كابتن سيد مع مهيب، مع كابتن مهيب، لانه كل من يترك منصبه في الاهلي يتحدد بنفس الطريقه. كان 4/8 صح؟ شكرا. كان 4/8، يعني من 4/8 ل 4/10 دول شهرين. حضرتك طالع تتكلم النهارده 1/8 طبعا، 1/10 انا عارف، لكن في شهرين طالع تتكلم على موضوع كابتن سيد بعد الموضوع بشهر ونص، حاجه غريبه. فعجبني جدا كلام كابتن سيف زاهر اللي قاله، وقال انه الفرق ما بين النادي الاهلي واي حد تاني او اي نادي اخر واضح، لانه اللي بيترك منصبه في الاهلي بيتحدث بنفس الطريقه، محدش بيتكلم عن تفاصيل شغله، محدش بيتكلم بشكل سلبي عن النادي، لان احنا اصلا ما عندناش مشاكل، ومشاكلنا بيتم حلها في الغرف المغلقه. ف انا بس بالنسبه لي كان لازم اعلم على هذا الامر، لانه موضوع غريب جدا جدا. واشكر على فكره، زي ما بننتقد البعض يجب ان نشكر البعض، زي ما بننتقد اللي طلعوا بيتكلموا على موضوع الكابتن سيد عبد الحفيظ بعدها بشهرين، ولكن لازم نقول ان في كابتن سيف زاهر بيتكلم بشكل جيد عن النادي الاهلي، لازم نقول ان في كابتن مهيب عبد الهادي عمل حلقه رائعه مع كابتن سيد عبد الحفيظ، وبالتالي هو ده الموضوع. فمهم جدا ان انا بس كنت اتكلم في هذا الامر. النهارده اكتمل رباعي افريقيا، الرباعي الافريقي بمودرن فيوتشر. مودرن فيوتشر النهارده فازت على الفريق التنزاني 4-1 في مباراه كانت صعبه بالمناسبه، لانه مودرن فيوتشر النهارده كان 2-1، وكانت النتيجه 2-1 لصالحه،
وكان مطرود منه لاعب وقدر ان هو يجيب الثالث والرابع الحقيقه في ظل ظروف صعبه جدا، واستطاع مودرن فيوتشر ان يصل الى دوري المجموعات في البطوله الكونفدراليه. هو والزمالك امبارح الحقيقه ايضا استطاع ان يصل الى دوري المجموعات في البطوله الكونفدراليه بعد فوزه على الفريق الجيبوتي باربعه مقابل هدف، وقبلهم كان النادي الاهلي ونادي بيراميدز وصلوا الاثنين الى الدور دوري المجموعات في دوري ابطال افريقيا. وبالتالي خلونا نبارك لمنظومه مودرن فيوتشر ونبارك للنجم الكبير وواحد من الاساطير في النادي الاهلي وواحد من محللينا الكبار النجم الكبير ومدير الكره في نادي مودرن فيوتشر النجم الكبير كابتن علاء ميهوب. الف مبروك يا كابتن علاء، تستحق الوصول النهارده، مباراه رائعه الحقيقه، قعدنا يعني تابعنا المباراه عشان خاطر حضرتك بس موجود. الله يخليك يا اسلام، الله يبارك فيك حبيبي، ربنا يخليك. سعداء جدا بوصول مودرن فيوتشر للمباراه او للدوري المجموعات، اعتقد فرحتكم كانت كبيره جدا يا كابتن علاء. اوي يا اسلام بجد، يعني انت اتكلمت عن الظروف اللي حصلتنا كمان في المباراه، هو كان مهم قوي انك تتاهل لدوري المجموعات باي شكل بقى، وده اللي كنا بنتكلم فيه قبل المباراه وبين السوبرين، الظروف اتصعبت شويه. ايوه يعني كانت بدايتك ممتازه، يعني اول خمس دقائق، اول خمس دقائق انت احرزت هدف، فالامور المفروض تستاهل ليك، بس انت صعبتها على نفسك، ان كان في شويه تراخي، شويه الملعب كان مفتوح زياده عن اللزوم. والله يا اسلام انا قاعد بره وحاسس ان هيجي فينا جول، يعني في مشاهد كده ومناظر حاسس انا شفتها قبل كده. اللي بيحصل ده لازم يبقى العكس تماما، لكن خلاص حصل وجي فينا جول، وكان الكلام بين الشوطين مع مستر ريكاردو ان هو لازم يبقى في حماس اكتر من كده، ولازم ندور على الهدف الثاني بسرعه، ولازم نقفل الاتحاد شويه، ولازم مفيش شراسه اكتر من كده. وحصل الحمد لله الهدف الثاني، جيب بنالتي، بس بعدها الظروف بقت صعبت فوق ما تتخيل، ان على فكره فريق سنجا ده فريق مش سهل، ده فريق جيد فعلا، فريق جيد وبيجروا كتير قوي، وبدنيهم جامدين جدا وعامل عليك خطوره، لكن فجاه لقيت نفسك انت مضطر تلعب 10 ومطالب تجيب هدف، ما تستقبلش اي اهداف، فمن هنا كانت الصعوبه. لا خلي بالك، والضرب كمان، يعني انا بصراحه كنت مشفق على اللاعبين، لانه بعد ما جابوا الجول الثالث والرابع كمان، الخمس دقائق اللي بعد الرابع دول مش عايز اقول لك كميه الضرب اللي اكيد انت شايف، يعني كانت ضرب غير طبيعي، يعني الحكم رايح لكل كره ومعاه الانذار في ايديه. اكيد يا اسلام، خصوصا انك انت فوجئت ان الوقت بدل تضيع 10 دقائق برضه، حاجه مقلقه جدا، لكن الحمد لله في ال 10 دقائق دول انت النصر قدر يجيب الهدف الرابع الحمد لله، فهو هدف الاطمئنان الى حد ما. فريق سنجان ما كانش متخيل ممكن يخسر الثالث وممكن يخسر الرابع كمان. صحيح. لكن لازم يعني اشيد طبعا باللعيبه اللي ادت المجهود الكبير ده ومصممين هم يوصلوا لدوري المجموعات، ودي حاجه اللي فيوتشر متعود عليها من الموسم السابق، فكان مهم حته الوصول الحمد لله النهارده، فالحمد لله زي ما اتفضلت قلت المربع اكتمل الفرق المصريه، ودي كانت حاجه مهمه، اربع فرق موجودين في بطولات افريقيا مختلفه، فدي حاجه كويسه اساسا لمصر كلها بوجود النادي الاهلي وبيراميدز وفيوتشر ونادي الزمالك، مودرن فيوتشر ونادي الزمالك، فدي طبعا الحمد لله حاجه كويسه بشكر ربنا عليها، وبشكر اللعيبه ومجهودهم الكبير قوي اللي عملوه النهارده الحمد لله. الوصول الى دور المجموعات اعتقد مهم جدا لمودرن فيوتشر، ولكن ايضا على الجانب الاخر ان انت تبقى ماشي في الدوري بست نقاط في اول مباراتين، يعني الحمد لله. خلي بال حضرتك كابتن علاء، الناس كانت تتوقع سقوط لمودرن فيوتشر خصوصا بعد ان ثلاث او اربع لعيبه من اللاعبين اللي كان لهم دور كبير مع فيوتشر سابقا اتباعوا لانديه اخرى، وبالتالي كان البعض بينتظر او قال ان مودرن فيوتشر ممكن يبقى عنده مشاكل خلال الفتره الجايه، فطبعا لسه بدري على الكلام ده، ولكن مباراتين فوز في الدوري والوصول الى دور المجموعات اعتقد حاجه مهمه جدا. بص يا اسلام، انت قلت الكلام اللي والله بمنتهى الامانه بقوله مع اللعيبه، انك انت فعلا في انت نص ملعبك بالكامل يا اسلام مش موجود معاك من الموسم السابق، ونص ملعب محترم جدا ولعيبك ويعملوا هزه ويفرقوا مع اي حد. لكن الحمد لله انت عندك مجموعه لعيبه كويسه، التدعيمات اللي انت عملتها كويسه، دكتور وليد كمان موفر لك كل حاجه، دكتور وليد ده بس موفر كل حاجه وعلى طول على طول دكتور وليد دعبس مالك النادي. اوكي. والاداره الجديده طبعا
بيوفر لك كل حاجه ومراقبه كل في كل خطوه. وغير كده وكده انت لازم تدي ثقه للعيبه دي. احنا نادي مدرك وش يعني، نادي مش قليل وانتوا اللعيبه مش قليله، بالعكس الحمد لله. على فكره ده مش كلام يا اسلام، طبعا فعلا عندك مجموعه نجوم ممتازه غير كمان اللي انت ضميتهم الفتره اللي فاتت. فهو ده كان الاساس، ده كان الهدف. بدايتك الحمد لله الحلوه جدا في الدوري مديك دفعه كمان، يعني انت مباراتين بست نقاط والنهارده كمان دفعه ايجابيه جديده تاهل لك دوري ومعاك. فكل دي يا اسلام حاجات ايجابيه بتديك ثقه. اهم حاجه اللعيب ده ياخد ثقه في نفسه ويؤمن بنفسه ان هو لعيب مش قليل، مهما مش لعيبه وجات لعيبه، ما هي دي سنه الحياه. والفرق صحيح. الفرق اللي تبقى عايز تبقى كبيره زي مودريتش ميتشل ما يتاثرش بلعيب واثنين، لا بقدر ادعم وبقدر يبقى عندي نجوم بديله. يعني احنا بنتكلم مثلا على، دايما بنتكلم نضرب مثال، بنضرب بالنادي الاهلي. يعني صحيح. على مر التاريخ يا اسلام شوف كام جيل مشي ولاعيبه راحت ولاعيبه جت، لكن هو ده دي الفرق الكبيره، ميزات الفرق الكبيره لا تتأثر. صح. بالظبط، ما تتاثرش بنجم واثنين او وثلاثه. حتى لو تاثرت، انا اسف ان بقطعك، ولكن حتى لو تاثرت بترجع بسرعه. بالظبط، هو ده اللي انا عايز اتكلم فيه. يمشي من عندك نجم او اثنين او ثلاثه، دي كره قدم، لكن المهم انت تكمل وتكمل بالناس اللي معاك وتعمل التدعيمات اللي انت محتاجها. وده الحمد لله اللي حصل الفتره اللي فاتت يا اسلام. واتمنى ان شاء الله لعبك تكمل، واللي مساعدك انك بدايتك حلوه قوي في الدوري. والحمد لله النهارده كمان عايز اقول لك، انا النهارده سعادتي انا شايفك جامده مبسوط جدا قوي. انا جدا بجد يا اسلام، لاني لا، لان حتى الماتش راح وجه كتير. صح، والفرقه كويسه على فكره. يعني سنجاده راح دي انا بشوف ان هي، يعني وجهه نظري، ان هي افضل الفرق اللي لعبت في الاربع فرق. يعني والله انا بتفق معاك يا اسلام طبعا بدون مبالغه فعلا. وعايز اقول لك ان هم لعبوا هنا احسن من هناك كمان، يعني هم لعبوا في القاهره احسن ما لعبوا في تنزانيا. نعم. لكن تاهلك ده انا في غايه السعاده ان انا اتاهلت الحمد لله دوري المجموعات، حاجه برضه تليق بيك وما تقلش عن الموسم اللي فات في حاجه خالص، بالعكس انت طموحك بيزيد. فالحمد لله على كل البدايات، الحمد لله بتفرق. وانت عارف يا اسلام طبعا بدايات في اي مجموعه جديده، خصوصا يعني انا جديد على الـ على الـ على الـ على على مودريتش بوتشا، هيثم عرابي نفس الكلام مدير تنفيذي، الجهاز حتى صحيح. البرتغالي موجود نفس الكلام. فانت كل ده الحمد لله كل خطوه بتاخدها خطوه ايجابيه. فده ده 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 يعني بحد ذاته لينا احنا حاجه الحمد لله، حاجه مبشره جدا، وحاجه تخليك تبدا الموسم وانت مبسوط. انت اكيد عارف، ويعني ياما انا كنت معاك وانت كنت موجود في جيل ذهب النادي الاهلي، لما بتكسب 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 الامور عامله ازاي جوه اوضه اللبس خلاص نفسها، واللعيبه الامور بتبقى بتتحل. صح صح الحالات تبقى عامله ازاي. فده الحمد لله احنا وصلنا الحمد لله. الحمد لله. القادم يا كابتن علاء، يعني اعتقد المباراه اللي جايه في الدوري ولا ايه؟ عندي طلائع الجيش ان شاء الله يعني برضه. ربنا يكرمكم ان شاء الله، ودايما سعداء باي تقدم بيحرزه اي حد من ابناء النادي الاهلي الحقيقه. ومودرن فيوتشر نادي كبير وله اسمه، ومعاه الحقيقه مدير كره كبير واسطوره من اساطير النادي الاهلي. فالف مبروك يا كابتن علاء، تاهل مودرن فيوتشر للدور لدوري المجموعات، وكل التوفيق ان شاء الله في البطوله الكونفدراليه، وكل التوفيق ان شاء الله، ويستطيع مودرن فيوتشر ان يصل الى اقصى ما يريده خلال الفتره القادمه. شكرا اشكرك يا جزيلا. اسلام والله على كلامك الجميل ده. وانا عارف ان احنا اي حد من ابناء النادي الاهلي طبعا يروح اي مكان الناس كلها عايزاه ينجح، ودي على فكره ميزه حلوه قوي وانا لامسها جدا. عايز اقول لك اذا كان في القناه نفسها وبره طبعا القناه الناس كلها بتتمنى كل التوفيق والخير لابناء النادي الاهلي. بشكرك يا اسلام على المداخله الجميله وكلامك الحلو ده على مود بالعكس يا الفيوتشر، كابتن، ودايما بالعكس. احسن حد، ربنا انا اللي يخليك. بشكرك جدا، والف الف مبروك يا كابتن علاء، النجم الكبير كابتن علاء، مدير كابتن علاء ميهوب، مدير الكره في نادي مودرن فيوتشر. زي ما حضراتكم شايفين، النادي الاهلي هو البيت الكبير، النادي الاهلي هو اللي بيجمع الناس كلها، النادي الاهلي هو اللي بيحاول ان هو يكون دايما هو البيت، مش بيحاول، هو دايما النادي الاهلي هو البيت الكبير. وعشان كده ان شاء الله في مفاجآت هتشوفوها خلال الايام او الفتره القادمه، وهيبقى في بيت كبير ثاني وثالث ورابع، هنشوف حاجات كثيره جدا، لانه دايما يظل النادي الاهلي هو البيت الكبير. خلينا لسه عندنا كلام كتير، ولكن هنروح لفقرتنا الثانيه، فقره بالعقل.
الحقيقة امبارح برضو واقعة تخلينا نفكر بالعقل. أخطاء الحكام واردة، ده حقيقي، لكن أحيانا بتكون هذه الأخطاء فجة، وده بنشوفه. ولكن لما تشوفه في الدوري الإنجليزي تستعجب. هنا كلامي مش هيكون عن التحكيم ولا عن واقعة هدف دياز في مباراة ليفربول وتوتنهام. بالمناسبة هي هدف، يعني وأنا قاعد بتفرج أنا شايفها جول. حتى حفيظ الدراجي، كابتن حفيظ الدراجي المعلق على هذه المباراة، قال جون، وبعدين قال لك يمكن عشان أنا بلبس نظارات وكلام من ده، ولكن هي واضحة بالنسبة لنا إن هي جول، لأنه خط الملعب واضح. ولكن أنا كل اللي يهمني في النقطة دي هو رد فعل لجنة الحكام الإنجليزية. اللي هقوله لحضراتكم، لجنة الحكام الإنجليزية بعد نهاية المباراة مباشرة، بعد نهاية المباراة مباشرة، قبل ما يورجن كلوب يطلع في المؤتمر الصحفي بتاعه، أصدرت بيان واضح وأكدت فيه صحة الهدف واعترفت بالخطأ، وأكدت أنها هتجتمع علشان تبحث عدم تكرار هذا الخطأ مرة أخرى، وأنها هتتواصل لتقديم اعتذار لنادي ليفربول. أنا أول ما قريت الموضوع ده، بالمناسبة يعني قلت الكلام اللي قاله، كلنا قلنا هذا الكلام. ده بيان لجنة الحكام اللي موجود مع حضراتكم على الشاشة، وده اللي أنا قلته، ده ترجمته تقريبا. أنا قلت نفس الكلام، اللي أنا هعمل إيه بالاعتذار؟ يعني هو أنا خدت كده التلات نقط مثلا، أو الجون اتحسب لي مثلا فطلعت متعادل؟ لا. فالمفارقة بالنسبة لي إن الواقعة دي حصلت بعد يومين فقط من واقعة في الدوري المصري، لحكم رفض احتساب رجل الجزاء صحيحة وواضحة ومش عاجبه ومصمم ان رأيه صح. لكن انا بتكلم هنا عن اسلوب لجنة الحكام، ده كان بيحصل على ما اتذكر لو فاكرين مع كلاتنبرج. كلاتنبرج كان بيطلع يتكلم ويقول انا غلطت في 1 2 3، كان بيطلع يتكلم ويقول انا عندي اخطاء، على عكس بقى اللي قبله كابتن عصام عبد الفتاح كان بيطلع يدافع عن الخطأ ويقول عكس المنطق وعكس الواقع. كابتن لأي حد بقى، بلاش كابتن فلان، أي حد، حضراتكم يجب إن احنا نقف عند مثل هذه الواقع، ويجب أن يكون عندنا نوع من الوضوح في التعامل مع الأخطاء التحكيمية. لجنة الحكام تشتغل على تقليل الأخطاء بشكل واضح، ومن وجهة نظري أن الاعتراف بالخطأ هو أول طريق الإصلاح. إنما إنكار كل هذه الأخطاء، بالمناسبة إن ده هو بداية سوء مستوى التحكيم في مصر، إنكار الأخطاء. أنا الحقيقة والله لما شفت بيجي لي الحاجات دي على التليفون وأقراها أول، وأنا بقرأ تعليق لجنة الحكام أو بيان لجنة الحكام الإنجليزية على المباراة، وسرعة البيان والكلام الواضح الواضح، مش اللي عمال يلف من هنا ويدور من هنا ويقول من هنا مش عارف ايه ما تقول، لا ده كلامهم واضح، احنا اخطأنا، احنا اسفين وهنعتذر لنادي ليفربول. بغض النظر ان يورجن كلوب قال انه يعني انا هعمل ايه بالاعتذار، ولكن في النهاية هل من الممكن ان نصل الى هذا المستوى من الثقافة الفكرية في هذا الامر؟ ما اعرفش. هل من الممكن أن نرى لجنة حكام بتصلح من نفسها وتطلع تقول أنا غلطان؟ خد بال حضراتكم، هم قالوا حاجتين، اعتذار، وتاني حاجة إن احنا اجتمعنا علشان الأخطاء دي ما تحصلش تاني. خلي بالكم اللي حصل إيه، إن حكم الساحة افتكر ان اللاين مان، ان حكم الفار، انا اما تقرا الديلي ميل او ما تقرا اللي حصل، وده اللي قالته لجنه الحكام برضو، ان الحكم افتكر ان حكم الفار طالما سكت يبقى قرار اللاين مان صحيح، وحكم الفار افتكر ان الحكم حسب هدف، فالدنيا مشيت. ده اللي اتقال على فكره، ده مش كلامي ولا ده وصفي، ولكن ده اللي اتقال في احدى الصحف الانجليزيه. انا متعجب جدا، وسؤالي هل من الممكن ان نصل
لهذه الدرجة من الثقافة المحترمة؟ أتمنى أن ده يحصل خلال الفترة اللي جاية، لأنه حصل قبل كده مع كلاتنبرج. عموما وصلنا دلوقتي لفقرة صنع في الأهلي. الحقيقة في صنع في الأهلي النهاردة معنا واحدة من أهم لاعبات كرة اليد بالنادي الأهلي خلال العقد الأخير، كابتن الفريق السابق والتي نجحت في رفع العديد من الكؤوس، قررت الخروج من الباب الكبير واعتزلت وهي في قمة عطائها. كانت من أنجح الشخصيات داخل القلعة الحمراء سواء على الصعيد الرياضي أو الإداري، تعمل حاليا بإدارة السياحة الرياضية داخل وزارة الشباب والرياضة، وكمان مدربة كرة يد. مي هشام نجمة الأهلي السابقة في كرة اليد، ماذا فعلت وماذا قالت في صنع في الأهلي؟ نطلع نشوف ونرجع بعد صنع في الأهلي نكمل بقية هذه الحلقة. بدايتي مع النادي، انا بدات في العاب تانية غير الهاندبول، بدات جمباز، بدات باسكت، بدات العاب قوى. بعد كده عرفت ان والدي يعني الله يرحمه عرف ان هو في فرقه بتتكون في الوقت ده فوداني، ومن هنا بقى بدات كنت بلعب العاب تانية مع الهاندبول، وبعد كده الدنيا مشيت وبقت الدنيا لطيفه يعني، وحسيت ان انا يعني لاقيه نفسي قوي في الهاندبول، والحمد لله الدنيا يعني طورت وبقى ليا حسيت يعني بنفسي جدا في الفتره دي. حقيقي احنا لما بنقعد فتره ما بنجيش النادي، سواء يعني وانا لعيبه ممكن نبقى في المنتخب، نبقى في اجازه يعني اوف سيزون او كده، بتبقى الدنيا اول ما بتخشي النادي كده تحسي اجواء مختلفه، يعني مش كل الناس هتحسها، بس فعلا يعني حتى وانا داخله النهارده كان بقالي فتره ما جيتش النادي، حسيت قوي يا ازاي النادي وحشني كده. يعني احنا كنا بنعيش جامد في النادي، يعني بنقعد كتير قوي، بنلعب في كل كورنر في النادي، بنقعد على كل الرصيف اللي في النادي، يعني على الترابيزات، على كل حاجه. احنا كنا اشقياء جدا يعني، الاجيال بالذات بتاعت زمان يعني. انا لعبت 13 سنه درجه اولى بس، غير الناشئات يعني القطاع تحت، اعتقد يعني فوق اكتر من 50 بطوله الحمد لله يعني، منهم مثلا 3 سنين انا كابتن الفرقه، فدول برضو كان ليهم واقع مختلف، لان طبعا التتويج بتبقى حاجه مختلفه يعني. فدي من الحاجات اللي الواحد فعلا ما بيفتكر او بيتفرج على الصور بيحس مشاعر جميلة مختلفة يعني. أصعب بطولة أنا قررت إن أنا هعتزل، بس كان القرار يعني بيني وبين نفسي. دي كانت اصعب بطوله، لانه بعد ما كسبنا البطوله انا كنت عارفه ان ده كان اخر ماتش ليا، بعديها عملت الاعتزال. فكان ماتش حلو جدا يعني، انا لعبت حلو جدا، لعبه الماتش كله وعامله يعني سكور هايل، فكنت حاسه قد ايه الحمد لله اخر بصمه هي احسن حاجه ليا يعني، الناس تفتكرني بيها وفرقتي يفتكروني بيها. وانا كابتن فرقه كان طبعا احنا دايما واحنا بنتصعد او احنا بنلعب درجه اولى كان في بيبقى ناس كبيره، هي بتبقى يعني كبار الفرقه دايما مشكله بنروح لهم مش عارفه ايه، هم لو في اي كلاش بين حد وحد هم اللي بيحلوا القصه، الموضوع ما بيبقاش قوي ريليتد بالمدربين قد ما يعني مجلس قياده الفرقه. ف يعني زي ما انا اتعلمت حاجات كنت حاسه قوي انه دوري ان انا اعلم الصغيرين اللي طالعين، وكمان المفروض ما يبقاش واحد بس كابتن فرقه، هم كباتن فرقه يعني، كان دوري ان الواحد بيعمل صف تاني صف تالت يعني، وبتعلم الجديد اللي طالع، لان هو ده اللي بيكمل بقى يعني، اللي بنعلمه ده هو ده اللي بيكمل، سواء احنا موجودين مش موجودين، هو ده يعني اجيال دايما فاهمه بتسلم اجيال، هي فعلا يعني.
يمكن الواحد بيشوف الناس على التي في او بيشوفهم هما بيلعبوا او بيتمرنوا بيبقى الموضوع بعيد، غير لما يعني حتى بعد ما بقيت مدربه. لا مثلا كابتن اشرف عوض حاجه تانية، يعني مثلا هو جالنا مدرب في المنتخب، مسكنا فتره في المنتخب، كان بيجي بيلعب معانا اللعبه الصغيره، بيعمل النموذج في التمرين، كان حاجه مبهره. فاحنا كلنا واقفين الحلاوه دي ايه ده زي التلفزيون زي التلفزيون بالظبط، ده احنا يعني كانه بيلعب بالظبط. دي كانت حاجه قد ايه انه يعني حتى الدنيا حاجه كده لحد دلوقتي بتاثر فيها، انه لو حد عمل لو مدرب بيعمل نموذج للعيبه وهو قد ايه حد سبيشال وحد مهم والناس بتتفرج عليه، بيبقوا عايزين بالذات الاطفال الصغيرين عايزين يشوفوه هو بيعمل المهاره دي قدامهم لايف. فهو عمل حاجه ممكن تكون يعني من غير اي قصد او نيه، هو بيتعامل عادي، بس قد ايه الموضوع ده مأثر فيا جدا لحد دلوقتي. فمهم جدا ان انا اعمل النموذج قدام الاطفال قدام اللعيبه عشان يشوفوا المهاره يعني. دي كانت من الحاجات اللي علمت قوي. احب اقول للجماهير، هم يعني الجماهير عندها وعي كبير جدا، يعني هم بيتابعوا وعارفين تفاصيل وعارفين اللعيبه وعارفين تاريخ كل واحد وكل واحده في النادي، فهم يعني عندهم كل الحرص على ان المستوى يفضل ملائم للتاريخ يعني. التمسوا للفرق الرياضيه الاعذار، لان ساعات مش بيبقى بايديهم ان هو يبقى غير موفق النهارده. مي هشام نجمة النادي الأهلي. ووصلنا دلوقتي لفقرتنا الأخيرة قبل ما استقبل زي ما قلت لحضراتكم عندي ضيف مهم جدا، ولكن فقرتنا الأخيرة النهاردة في البيت الكبير هنطلع نشوف كالعادة تقرير هنعرف فيه آخر الأخبار على الساحة المحلية والعالمية، ومن بعد فاصل هنستقبل واحد من أهم المدربين من وجهة نظري في الفترة الأخيرة، لأنه عمل جيل رائع من اللاعبين. كل الأسماء اللي حضراتكم بتتكلموا عنها دلوقتي وشايفين إن هم موجودين في منتخب مصر ولهم دور، كابتن ضياء السيد نجم حلقتنا النهاردة كان له دور كبير جدا جدا في وجود هؤلاء النجوم على قمة كرة القدم المصرية لسنوات طويلة جدا جدا، كلهم بيعتزوا بيه وهو كمان بيعتز بوجودهم في المنتخبات القومية المختلفة. وبالتالي هنسمع منه رأيه في اللي بيحصل في النادي الأهلي خلال الفترة السابقة، واللي هيحصل من زنقة كبيرة جدا جدا للنادي الأهلي في المباريات القادمة ثم المنتخب الوطني، وهنعرف منه رأيه في كل ما يحدث من الأحداث الرياضية في بلدنا خلال الفترة الماضية والفترة القادمة. تقرير عن الأخبار المحلية والعالمية، ومن بعد فاصل النجم الكبير كابتن ضياء السيد في ضيافة البيت الكبير. يستأنف فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي بقيادة السويسري مارسيل كولر تدريباته المكثفة غدا على ملعب مختار التتش بالجزيرة، استعدادا لمواجهة إمبي المقرر لها 7 مساء الأربعاء المقبل على استاد القاهرة الدولي في قبل نهائي كأس مصر. وفي مثل هذا اليوم الأول من أكتوبر لعام 1983 ولد محمد عبد الوهاب ظهير أيسر النادي الأهلي ومنتخب مصر الراحل، الذي فارق الحياة في ريعان شبابه بعد أزمة قلبية في التدريبات الصباحية للأهلي باستاد مختار التتش. ويملك اللاعب الراحل تاريخا كبيرا مع الساحرة المستديرة، رغم أنه فارق الحياة قبل أن يتم عامه 23 بعدما قاد ناديه ومنتخب بلاده للفوز بالعديد من البطولات والإنجازات. أعلنت رابطة الأندية المحترفة استفتاء أفضل هدف في الجولة الثانية للدوري المصري الممتاز عبر حسابها الرسمي على تويتر. واستعرضت رابطة الأندية المصرية نتائج مباريات الجولة الثانية من الدوري الممتاز في الموسم الجاري، حيث أسدل الستار على مباريات الجولة الثانية بمواجهة الإسماعيلي ضد الاتحاد السكندري في ختام الجولة، علما بأن مباراة الأهلي ضد سيراميكا تأجلت بسبب ارتباط الأحمر بمباراة سان جورج في دوري أبطال إفريقيا. بدأ مجلس إدارة اتحاد الكرة تحركاته واتصالاته مع 4 منتخبات هي جيبوتي وسيراليون وبوركينا فاسو وإثيوبيا
لاستضافة مبارياتهم أمام المنتخب الوطني الأول في تصفيات كأس العالم ذهاباً وإياباً. جاء ذلك في ظل رفض كاف اعتماد ملاعب هذه المنتخبات وإقامة مبارياتهم في تصفيات كأس العالم على ملاعبهم. لذا يسعى اتحاد الكرة لاستضافة هذه المنتخبات للاستفادة من عاملي الأرض والجمهور. رفض اتحاد الكرة عرضا لإقامة مبارتين وديتين بين منتخبين الأولمبي بقيادة روجيرو ميكالي ونظيره البرازيلي بسبب التكلفة العالية التي سيتحملها اتحاد الكرة حال خوض المبارتين. استهل الفريق الأول لكرة السلة ريال بالنادي الأهلي مشواره في البطولة العربية للأندية بتحقيق الفوز على نظيره فريق دجلة الجامعة العراقي في أولى مباريات الفريقين بالدور التمهيدي للبطولة التي تستضيفها قطر. أقيمت المباراة على صالة الريان وشهدت أداء مميزا وقويا من جانب الفريقين قبل أن يحسمها الأهلي لصالحه بنتيجة 92-77. حقق الفريق الأول لكرة اليد سيدات بالنادي الأهلي فوزا مهما في ثاني مبارياته في بطولة إفريقيا للأندية على حساب فريق نازيكو الكاميروني على صالة نيكول أوبا اليوم بالجولة الثانية من دور المجموعات للبطولة التي تقام في الكونغو. فاز منتخب رجال الكرة الطائرة على نظيره الياباني صاحب الأرض والجمهور بنتيجة 3-2 في ثاني مبارياته بالتصفيات المؤهلة لأولمبياد باريس 2024 بعد الفوز مؤخرا ببطولة إفريقيا التي أقيمت في مصر. تلقى فريق إنتر ميامي الأمريكي ضربة قوية بتأكد غياب نجمه الأرجنتيني ليونيل ميسي حتى نهاية الموسم الجاري 2023-2024 بسبب معاناته من إصابة قوية في أوتار الركبة خلال لقاء الأرجنتين والإكوادور في تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم 2026. أعلن النجم النيجيري فيكتور أوسيمين مهاجم فريق نابولي الإيطالي في بيان رسمي اليوم انتهاء أزمته مع نادي الجنوب بسبب واقعة فيديو تيك توك الشهيرة بعدما نشر النادي عبر حسابه الرسمي مقطع فيديو يسخر من أوسيمين بعد إهدار ركلة جزاء أمام بولونيا في الدوري الإيطالي. كابتن عماد النحاس واحد من المدافعين اللي هم أصحاب الشخصية القوية في الملعب. أول حوار كان مع جوزيه فنياً اتكلم معك فيه. خدنا شوية هجوم مش طبيعي. يحاوره ويتوقف معه في أهم محطات حياته. قعدت في منتخب مصر قد إيه؟ دي بقى من الحياة اللي أنا بزعل لما أجي أتكلم عليها بصراحة. من أنت؟ راجل أهلاوي. مهاجم أم مدافع؟ هتكلم معك يبقى أنا صريح. أسرار تكشف لأول مرة. أول فرقة دربتها كانت فرقة إيه؟ أنا لسه اسمي مكتوب في التدريب بالقلم الرصاص ولا إما يتمسح لا إما يكمل. فمن الخصم ومن الحكم؟ كنت فاكر أنت تحقق كل الإنجازات دي في النادي الأهلي. الأندية الكبيرة هي اللي بتضيف دايما لتاريخ اللعيب. النادي الأهلي عنده التاريخ الكبير سواء بوجود عماد أو عدم وجود عماد. المجري السبت الساعة 11 مساء على قناة الأهلي. الأهلاوي مش هيسيبنا. من آلاف السنين وهو رمز الكل عظيم، علامة للقوة، عالي وكشف كل الخصوم. لو ظهر بيوعد بنصر أكيد، في أي مكان موجود فيه هو الملك. وفي سنة 1907 نسر ذهب ظهر وبقى شعار لكيان عظيم. حكايته مع الوطنية مليانة نضال وبطولات علشان الحرية، مبادئه عايشة ومكملة ورسملنا الطريق مليان أنوار. دايما رافع كؤوس النصر مهما كان المنافس. ملك القارة وأسطورة في كل بيت وشارع، مكانته في القلوب بتزيد. أجيال بتكبر معاه تتربى على حبه وعشانه تعمل المستحيل. أما جماهيره فحكايتهم طويلة، دايما بتستنى زوره، بتشجعه بالروح والدم. النسر فوق الراس، النسر الذهبي، النادي الأهلي.
اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. كابتن ضياء، الدوري المصري انا عارف لسه بدري وكل حاجه، ولكن خبرتك تؤهلك ان انت تقول لنا من اول اسبوعين كده الدنيا ماشيه ازاي من وجهه نظرك؟ يعني ماشيه في معدل طبيعي جدا. ما فيش مفاجآت كبيره، يعني ما فيش مفاجآت. زد بالنسبه لك مش مفاجاه؟ لا يعني زد ما يملك مال. اوكي. فعمل لعيبه وعنده الاسماعيلي بيجاهد لانه ما عندوش قيد. انا بتكلم ان هو كسب الاسماعيلي والجونه. كسب الاسماعيلي والجونه طبعا، فيعتبر ماشي كويس. هو اول الدوري دلوقتي بعد اسبوعين. ف لحد دلوقتي لسه التقل ما جاش. الظاهره الواضحه الاعتراض على التحكيم. ايوه. في حاجات كارثيه طبعا، وفي عند في عدم الاعتراف بالاخطاء طبعا. وبعدين بقت في مشكله ما بيتحطلهاش حد، لازم اتحاد الكره يحط لها حد، لانه الموضوع بيتفاقم. تحكيم تقصد؟ طبعا لازم يرتبوا. هم بقالنا مليون سنه نقول يرتبوا اللجنه، يرتبوا الحكام، مفيش فايده. فظاهره اتمنى انها ما تاثرش على، لكن في تصوير حلو. اوكي. لازم نقول لينا واللي علينا، يعني في شغل كويس في النقل، ده حاجه بقت اوضح. يعني دي حاجه كويسه جدا. موضوع الجمهور لسه ناقص. محتاج ايه موضوع الجمهور يا كابتن؟ محتاج انه لو ليك طلب يعني. القصه كلها فهم خمس فرق، يعني اللي عندهم جمهور اهلي، زمالك، مصري، اتحاد، اسماعيلي. بلديه برضو يعني. بلديه. يعني انا بتكلم على الانديه اللي عندها جمهور، اسمحوا لهم بالعدد اكتر شويه، يعني زودوا العدد شويه. احنا شفنا ماتش الاسماعيلي والاتحاد، ملعب شكله حلو، بسطنا بصراحه، شكله شكل الجمهور صحيح، مدرج كامل وهنا مدرج كامل، وهتشوفوا برضو هتتبسط في ماتش اهلي واتحاد. يعني انا عايز اقول العبء بتاع الجمهور في ماتشات قليله، الباقي ال 12 ولا ال 13 فرقه ما كلها شركات وكلها ما لهاش جمهور. يعني حتى انا مش عايزها تتنقل الاتش دي والتصوير و24 شاشه. يعني ما حدش هيبقى يعني احنا بنبص عشان احنا لازم نقعد نتفرج. لكن هي جوده الدوري، وانت عملت النقل التصويري، شكرا جزيلا، حاجه ممتعه. حط لنا بقى الجمهور، علشان جوده الدوري بتزيد بحاجات كتيره، مش ده بس. طبعا عناصر اللعبه وتطبيق اللوائح واللوائح المسابقات والتحكيم وهو ما زال ضعيف جدا، والجمهور. فنقطة الجمهور يعني تدي رونق شوية على الأقل، عشان التصوير ده يبان صح. يعني عشان التصوير ده يبان يعني بشكل كويس. اتبسطنا من ماتش الاهلي وسان جورج، شفنا التصوير مع الجمهور مع البتاع، فعامل شكل كل الماتشات اللي فيها جمهور حلوه، حيت التصوير. لكن يعني احنا ما بنطلبش، لان باقي الفرق ما عندهاش جمهور. احنا بنطلب للخمس فرق دول انه زود العدد وخلي الجمهور يبقى موجود، عشان جوده الدوري بتاعك. عشان جوده الدوري بتاعك اللي هو رقم كام؟ 13 باين على العالم ولا كام؟ هو نائب احمد دياب بيقول 13، بس هو 113. ممكن. فعشان الجوده تزيد مع التصوير اللي احنا بنشكركم عليه جدا جدا، انه المفروض كان يبقى عادي من 15 سنه، لكن انتوا عملتوا حاجه، في حاجه جديده نقول لازم نقول لكم متشكرين عليها. صح. فعلى قد ما تقدروا زودوا. انا عارف ان هي اي موضوع عندنا بيتعمل بيبقى فيه صعب، لانك بتاخد موافقات من 150 جهه. لكن على قد ما نقدر، على قد ما نقدر نزود الجمهور عشان تحيي الجزء بتاع الدوري العريق بتاعنا ده، وهو دوري عريق فعلا، من اقدم الدوريات في العالم. خلي بالك موارد الانديه، موارد للانديه، يعني للخمس انديه دول تحديدا. اللي حضرتك هو حضرتك بتتكلم عن مثلا دلوقتي بتقول لي الاسماعيلي والقيد ومش القيد والدنيا. عارف ان النهارده في خمس فرق جالها ايقاف قيد، غرامات وايقاف قيد في مصر. في مصر النهارده بس. النهارده بس. يعني فيوتشر والمحله واستر كامر والاسماعيلي تاني. فعايزين نزود ما انت دي موارد ماليه تقدر تدخل بيها. ما هو الاسماعيلي مثلا لما تبقى مبارياته بفول كاباسيتي، اسمها باللاعبين او بالساعه الكامله، الساعه الكامله
للمدرجات كلها فهتجيب لك فلوس. ما هو ده طبعا فلوس. طبعا ما انا عشان كده هو انا الفرق دي عشان تنتج ويجي لها رعاه لازم الجمهور يكون في الملعب مع صحيح. تصوير كويس ده صح. التصوير موجود صح الجمهور يجي ويحاولوا عشان يسدوا ده احنا هيبتدوا يسدوا في مديونياتهم ده احنا كمان مش مش هيدخل لهم ويطوروا لا ده هم عندهم سنتين ثلاثه يسدوا في مديونيات مين المفاجاه بالنسبه لك في الـ في الـ في الفرق اللي انت اتفرجت عليها كمدرب المفاجاه بالنسبه لي لحد دلوقتي الريتم هو هو و يعني مش عايز اقول كانت في ماتشات مفاجاه ان بلديه تكسب المقاولين في اول ماتش صح دي كانت مفاجاه ان بيراميدز يكسب الاسماعيلي مع ان الاسماعيلي عشان ما عندوش قيد وما عندوش ولاد صغيرين كلهم لكن كانت مفاجاه طبعا لكن بيراميدز كان يستحق يعني ما فيش اي حاجه الامور ماشيه بشكل طبيعي جدا ما فيش لسه مفاجآت كبيرة جدا طبعا ان البنك يخسر ماتشين بعد الميركاتو اللي عمله دي مفاجأة بالنسبة لي بالنسبة لنا لانه كلنا. عمل نفس السنة اللي فاتت تحس ان هي نفس السنة اللي فاتت بحس انه ما فيش تغيير وطبعا ده بيرجع برضو مش عايز اخش في حتة التدريب لانه احيانا في مدربين بتصر على حاجة بس تغير وبتبقى شايفه اللي بيضرها وبتصر انها لازم تتعمل هو ده مدربين ولا اداره يا كابتن معلش لا انا بشوف المدربين يعني مثلا اتفرجت على البلديه الماتش الاولاني كان عندها ريتم وبتبتدي من تحت اللي هو البيلدنج اب المقاولين كان مساعدينه فكسبوا فحصل عليهم انبهار كبير جدا فلما مسامي احمد سامي في السموحه ضغط عليهم انا شفت الماتش سموحه والبلديه سامي عمل ضغط عالي ضغط من قدام وبيغلطوا وبعدين بلاقي ان في اصرار ان الغلط ان هلعب بنفس القصه دي الكلمه اللي حضرتك قلتها صح طب ليه انا خلاص طالما انا هضر نفسي على فكره وانا قاعد بتفرج على الماتش ده اصل انا بحب احمد فانا قاعد بتفرج على الماتش ده تحديدا وانا قاعد كده قلت يا جماعه طيب انا بباصي فبتتقطع بتخش هو انا حتى قلت لسامي ساعتها ايه قلت له يا سامي انت الشوط الاولاني كنت ممكن تخلصه 4-5 لو اتفرجت على الماتش الشوط الاولاني سموحه يخلص ده ضيعوا جوان كبيره سهله جدا الله ينور عليك سهله جدا فانت انا كواحد قاعد متفرج عادي بقى ولا بتاع كوره ولا الكلام ده قاعد بتفرج بقول طيب انا لقيت الموضوع كده ما احط الكوره وطلع فرقتي على الاقل ربع ساعه اهو ربع ساعه مع بعض اهو ربع ساعة فأرجو إنه فده خطأ حضرتك بتكون متكرر المدربين تتعلم من ده إنك مش عيب خالص إنك تغير من اللي يمشي مع لعيبتك ممكن ما تكون في الوقت ده هتخسر في الوقت ده لو أصريت على لو حضرتك المدرب هتقول له العب طويل أقف والعب طويل على طول وأنا اتعلمتها من كروش في ليبيا هناك بنلعب نفس القصة ففجأة حصل عارف بتيجي عليك عشر خمس دقايق كده انا يا جنب من يمين ومن الشمال قال لي قول للشناوي يلعب طويل النني بينزل يستلم السكس يارد خلاص قلت له طويل حتى الشناوي اتصاب في الماتش ده من كتر ما وقال لي قال لي انت السبب انتوا السبب انتوا بس رجعنا بعديها بربع ساعه للعب العادي كان الدنيا هديت ورجعنا للموضوع للعبنا الطبيعي فليه انت بتصر على حاجه بتضرك والله يا كابتن وانا قاعد يعني انت شفتها لا انت شفتها بقى لعيب طب ليه انت ليه مصر ان تخليهم يلعبوا كده يغيروا لو خلي بالك والنتيجه 0-0 يعني ما دخلش جول مثلا علشان لا وربنا سترها معاك ما هو ده اللي انا بقوله لك يعني ربنا سترها معاك فانت يعني صح. ما زلت مش بتكلم على البلديه انا بتكلم بشكل عام برضه لا مش البلديه انا مش قصدي يعني انا بتكلم على نوعيه ما الزمالك ما اسيريو كده اسيريو كده مش كل شايف مره يبدا شايف غير نفسه يعني انت واخد بالك لا غير البتاع اللي تنجح لعيبتك فلما تنجح لعيبتك انت هتنجح صحيح انت هتنجح وهو ده المهم فعشان كده بستغرب من القصه دي لكن الدوري ما فيهوش مفاجات الى الان غير الكام حاجه اللي انا قلت لك عليهم ولسه الغرز جاي لسه مش باين يعني الدنيا هتبقى ايه اللي هتمشي ازاي
كيف يمكن مساعده الحكم؟ مش اي حكم، مش اسم حكم، يعني مش ابراهيم نوريد، لا، الحكام، منظومه التحكيم. انا عايز يا كابتن، احنا زي ما حضرتك بتقول اضعف حاجه دلوقتي موجوده عندنا، اعتقد ما معرفش حضرتك توافقني ولا لا، هي التحكيم. بتضر كل الانديه. ما هو ممكن النهارده يبقى النادي الاهلي، والاهلي مثلا في اخر مباراه وبيلعب المصري الحكم جيد، صح؟ في مباراه ثانيه الحكم اللي بيحكم مباراه، اي مباراه ثانيه يكون وحش، فيجي بعد كده يلعب للاهلي فيبقى يبوظ على النادي الاهلي. لا لا، مفيش مسطره. وهتقول لي انجلترا فيها تحكيم سيء، انا ما باخدش ده نموذج. لو في حكم سيء يبقى حكم سيء، وحش، بس في اتحاد بيعتذر، في اتحاد بيعتذر على الغلطات الواضحه. انا شايف انه فيريرا ما بيعملش حاجه، او مضغوط عليه، او عايزين يمشوه، او اي حاجه، لانه انا باخد النتيجه النهائيه. بالظبط. النتيجه النهائيه هي اللي بتخليني اقول ان ما فيش حاجه بتتعمل مع التحكيم، ما فيش شغل مع التحكيم. التحكيم اللي هو يشمل كله، يشمل الفار. الدوله العميقه في التحكيم. لا، دوله عميقه. كلمتك دي خلي بالك. ده دوله عميقه، اللي بيدخل وسطيهم بيتفرم. وهم صعبين جدا جدا جدا، لكن لازم يكون في سيطره على الموضوع عشان ما يبص الدوري. ودي مهمه الرابطه مع اتحاد الكوره، هي مهمه اتحاد الكوره، هو المسؤول عن التحكيم. صحيح، اصل الرابطه بتمثل الانديه، وفي الاخر الرابطه بتمثل الانديه والدوري، عشان الدوري ما يبص. مش هيبقى عندك ده. انا سامع ان كمان الدوري اللي تحت فيه مشاكل كتير. في مشاكل كتير. فاتمنى انه استاذ جمال وخالد والمجموعه كلها يسيطروا على الموضوع بسرعه، ويكون في شغل حقيقي على ارض الواقع. يعني يكون في شغل. ولو في عقاب يعلن، ولو في حاجه زي ما كان كلادنبرج بيعمل، الحاجه اللي كان بيعملها لما كان بيذيع المناقشات تتذاع عادي. الاتحاد الانجليزي قال على اللي حصل ما بين غرفه الفار وما بين الحكم. فاتمنى، وهي الامور صعبه جدا في التحكيم، صعبين جدا جدا صعبين. منتخب مصر هيلعب مباراتين، زامبيا والجزائر، مباراتين الريتم كويس حلوين. بتاع اختيار الوديات. اوكي، الريتم كويس من ساعه مباراه تونس، بغض النظر على اللي فيها. زامبيا هتبقى لحد كبير مستوى تاني او تالت كويس جدا، والجزائر مستوى اول. بشوف الريتم ده اللي احنا محتاجينه، الاول ولا التالت؟ لا تاني. يعني ريتم اللي مع بعض كده، اختيار النوعيه دي كويسه لينا جدا. رغم ان انا برضو شايف ان احنا هندخل على بطوله افريقيا مفرومين. اللاعبين الاساسيين، الكلام ده احنا قلنا من قبل الدوري، غيروا شكل الدوري، غيروا شكل الدوري. بس ده بيبقى ليه دور الانديه يا كابتن. بتقول لك لا انا مش ده انت تقصد تجبر الانديه على كذا. طبعا تجبر الانديه، لكن هم مش عايزين، لانه قال لك التسويق. التسويق والرعايه. ماله التسويق؟ ما انا ببوظ. ما هو التسويق مع ماتشات وحشه هيضعف. هيضعف، صح. تسويق مع مباريات وحشه، تسويق مع ان المنتخب يخرج من الدور الاول ولا من الدور الثاني، هيضعف. ما هو صحيح، انت هيضعف. انت بتعلي الكوره عشان يجي لك تسويق، مش العكس. انت السبع ثمان لعيبه بتوع الاهلي دول عبل ما يروحوا لو وصلت في نهائي السوبر، الدوري السوبر الافريقي. يا فندم، بطوله افريقيا هنطحن. ربنا يسلم ويخلي كل لعبتنا المحترفه تبقى هي اللي هتيجي بريتم عادي بمواعيد منتظمه، انها تبقى واقفه على رجليها ان شاء الله، لان هيبقى عليها الحمل الكبير. اللوكال بتوعنا هتبقى وصلت الذروه صعبه جدا. يعني صعبه جدا. فموضوع التسويق، التسويق مش على العدد بس، وعلى الجوده. يعني مش على 36 مباراه بس ولا 32 مباراه، لما يبقوا مثلا 22 هيقل التسويق شويه السنه دي، بس السنه الجايه هيعلى قوي. القيمه الفنيه، هتلاقي المنتخب بيتالق بشكل كويس، هيبقى في تسويق. هتلاقي الانديه بتتالق، الاهلي بياخد بطولات والفرق الثانيه بتاخد بطولات. هتلاقي التسويق مع الجوده ولا التسويق مع العدد؟ انت محتاج الاثنين، بس الجوده اهم. كل ما تبقى جوده الدوري عاليه فنيا، كل ما يبقى الملعب متحوط اعلانات. انت واخد بالك؟
فانا بتفرج على ماتشات من الثمانينات والتسعينات، بتشوف الملعب عامل ازاي النهارده. يعني الماتش اللي كانت قناه الاهلي جايباه في اسماعيليه كانت جايبه مين الماتش؟ الماتش 6-0، الاعلانات دورين في الاسماعيليه في الملعب، دورين في الاسماعيليه. مش معقول احنا لما الدنيا بتتقدم احنا بنقل، احنا بنقل الجوده. حضرتك شايف الجوده قلت؟ الجوده مع النجوم هتتصاب. الاعلانات والتسويق بيجي على وجود النجوم في الفرق صحيح، فالسعر بيعلى. هي الحسبه واضحه. انا يعني مش عارف ليه ما كانش في قرار جريء لده. كان لازم يكون في قرار جريء لده يتعمل، تقلل 10 اسابيع من الدوري علشان تبقى تلاقي نفسك بالفرق اللي في الانديه اللي عندها بطولات نصها بيلعب في المنتخب. صح، فالعائد والاستفاده واحده، الدايره واحده. ما النجوم تبقى موجوده وواقفه على حيلها وسليمه افضل، وتلعب، التسويق هيعلى، الجوده هتعلى، فالتسويق هيعلى. صح، لكن احنا ما يعني لا، اصل الانديه مين؟ الانديه مين؟ انت شكل الكوره، انت مسؤول عن الكوره، حسن جوده الكوره بس. الدوري المحترفين اللي اتعمل، حضرتك شايفه؟ انا وجهه نظري ده كان قرار مهم من اتحاد قرار الكرة. مهم بس باظ. ليه بقى؟ بالاجراءات اللي دخلوها عليه، 6 فوق و6 تحت. يعني انت خلاص كنت تعمله من دور واحد رايح جاي. يعني اللي اتعمل تحت كان عايزين يتعمل فوق. اللي اتعمل تحت، لا بس هو هتلاقي الدوري عادي، بس هياخدوا اول مش عارف 6 ولا لا. ده اللي تحت، اللي تحته يعني، مش دوري المحترفين. أيوة، الدوري الدرجه الثالثه برضو علشان تراضي ناس كانت معترضه على دوري المحترفين عشان يطلعوا، ويطلع واحد بقى من الثالثه يطلع ممتاز. يطلع ممتاز على طول. هل هذا يستقيم؟ لا طبعا لا يستقيم. ما هو انت عشان عايز، مش بتاخد قرارات حاسمه لجوده اللعبه، انت بتراضي الناس. فده صعب يعني، مع ان مفيش انتخابات. يعني هو كان بالعكس، يعني خد القرار وده يعني، وحط ايده في القرار وخلاص. ما ده اللي افضل كتير، ده اللي انا قصدي بقول عليه. ده بتاخد قرار فوق عشان تصلح اللعبه نفسها وجوده اللعبه نفسها اللي هي بتدر العوائد وبتدر الحاجات دي كلها. اخر حاجه عايز اسال حضرتك فيها، ودي حلقه بكره نعملها عن منتخبات الناشئين، من وجهه نظرك احنا سمعنا تسريبات حتى الان عن منتخبات الناشئين وبعض الاسماء، كلها اسماء محترمه، انا ما بتكلمش على الاسماء، ولكن وجهه نظرك في تكوين الاجهزه خلال هذه الفتره ازاي؟ هو حتى الان لم يتم الاعلان رسميا. ما هو لم يتم الاعلان، ما هو دايما احنا. وبعدين ايه الفكره يا كابتن؟ معلش انا برضو حضرتك معايا فرصه. ايه الفكره في ان ميكالي يبقى ماسك المنتخب الاولمبي وماسك منتخب 2005؟ هو مش عارف الكلام اللي ده تسريب. التسريب انه ميكالي هيمسك، وبعدين رجع تسريب يتعدل بقى ميكالي هيشرف. مش عارف يعني ايه يشرف. ما انا برضو ماشي، فهمني حضرتك. ميكالي هيشرف يعني لما كابتن ضياء سيد مش فاهم. انا ومعاه وائل. معاه وائل مدير فني. طب لا هيشرف ومعاه وائل. ومعاه وائل مدير فني صح. طب هو يعني ايه يشرف يعني؟ يعني احنا عندنا دولارات كتير كده، ما تمسكه لو عايز تمسكه مسكه، بس يبقى هو مدير فني منتخب 2005 ووائل يمسك مدرب عام برضه. رغم انا افضل انه اللي يمسك كل الناس، في شوقي، في سيد معوض، في وائل اذا كان هيخلص فتره الاولمبي، في ناس كتير، في ناس كتير. يعني شوقي ده خد خبرات كتيره جدا، محمد شوقي مع المنتخب الاولمبي ومع المنتخب الاول صحيح، وخد دراسات ولسه راجع من قطر واخد الرخصه من الاسيويه اللي هي الاعلى اعلى حاجه. فيعني ايه بعد ما ياخد الخبره وانت بتربي حد في المنتخبات بقاله فتره عشان ما يشتغلش ولا عشان اديله؟ ما هي دي صنع الكوادر. ما هو ده صنع الكوادر. انك انت ربيت حد كده عشان بعد كده يشتغل لوحده، يبقى انت عملت مدرب اهو خلاص، واختار مساعدين. وائل اشتغل مع كابتن شوقي وشغال مع ميكالي، هيخلص فترة الأولمبي اديله منتخب. سيد معوض اشتغل مع كابتن حسام البدري، أو أي حد عشان ما أقولش طارق مصطفى
عشان ما يقولوش ان انا بقول على بتوع الاهلي بس. قايل برضه اه طارق مصطفى الراجل اشتغل بسيوني. اشتغل بس ما اشتغلش منتخبات اشتغل مع كابتن حسام البدري، اشتغل فتره منتخبات كبيره، اديله منتخب. ناس كتيره، خالد جلال، خالد ده كابتن خالد صحيح، اديله رغم ان خالد اتعرض عليه المنتخب الاولمبي قبل كده ورفض. يعني عايز اقول ان في يعني في انت ويفضل انه الولاد دي مع برامج، مع اشراف فني على المنتخب، هيدز، انت واخد بالك، الناس دي هتنتج بشكل كويس. ده 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 رايي. يعني انا كنت سامع ان في صندوق وهيصرف، الموضوع حصل خناقه واتفصلوا دلوقتي، فالاتحاد قراره ياخد قرار بده، بلاش تدخل نفسك في مشاكل. والاتحاد انا بحس ان هو اتحاد مرتبك، يعني انا والله مش قصدي، بس يعني انا لا بحس في ارتباك طبعا، في يعني ايه مثلا شويه اقول بتاع، حتى الان لم يتم الاعلان عن المنتخبات. طب التسريبات دي لازمتها ايه يعني؟ وخد بالك هو انت بتراضي، احنا متاخرين جدا في تشكيل المنتخبات، متاخرين جدا جدا في تشكيل المنتخبات. الولد بيحتاج شغل كبير، انت لعبت منتخبات صغيره وعارف بيحتاج فترات اعداد، صحيح، احتكاكات كبيره جدا جدا. فاحنا متاخرين، خدوا قرار ايا كان. ايوه ده قصدي، من فضلكم انا عايز اسلام، عايز كابتن ضيع، عايز بالزبط. محمد، عايز علي، حطوا وقول ده. وانت اعلنت واعلن ضوابط، هو اعلن ضوابط. يعني اعلن الضوابط، والضوابط دي موجوده في اسامي كتير احنا قلنا. يعني في 2008 برضو ولا 9 تيالي حاطط الكابتن احمد الكاس والكابتن عادل مصطفى يا وعادل، صحيح نسيت عادل، وعادل اسم وعادل كويس، وكاس جدا. الكابتن احمد الكاس اسم كبير. يعني خد قرار واقعد واستدعي الناس وتناقش معاهم وسكن الاجهزه، سكن الاجهزه. لانه احنا متاخرين في اعداد اللعيبه، متاخرين جدا جدا. خد بالك خلاص المنتخب الاولمبي هيخلص، واللي هيطلع فوق هيطلع، فانت كان المفروض يبقى وراء ثلاث منتخبات. لا بس اوريدي هم فشلوا، اللي هو المنتخب الشباب والناشئين اللي فاتوا دول فشلوا يا ريس. ماشي فضل. دول فشلوا فشلوا، ان انا هوقف بقى خلاص مش عارف. لا 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 مش قصدي، انا قصدي ايه، انه قصدي ان ده كان المفروض. ما ينفعش الاتحاد يبقى قاعد صحراء جرداء، ما فيش منتخبات، ما فيش شغل كوره، ده انت بتشتغل ايه؟ ما هو شغل المنتخبات ده الدوري مش معاك. طب انت ده شغل اساسي للمنتخبات. شكل يا فندم واعلن، لانه المفروض والمنتخب الاولمبي في بيعد نفسه كده في ثلاث منتخبات تحتي، صحيح، لازم يكون في ثلاث منتخبات شغاله من امتى بقى؟ قبلها بثلاث اربع سنين، من سنه فاتت. من سنه، من بعد نهايه او من بعد خروج منتخب الشباب منتخب الناشئين من البطولات. لازم الاتحاد يبقى متغطي بمنتخبات. هو مفيش مدير فني من تحت عشان يعني المفروض ينظم هذه التيالي. وهو حتى في وجود المديرين الفنيين كان اللي بياخد قرار تشكيل الاجهزه هو مجلس الاداره. انت عارف العمليه معكوسه. العمليه عندنا معكوسه. عموما هنشوف ايه اللي هيحصل في هذا الامر. كابتن ضياء كالعاده الحقيقه شرفت ونورت حبيبي اسلام، وكالعاده استمتعت بيك، ويعني الناس على السوشيال ميديا عماله تبعت لي مبسوطه جدا من كلام، يعني كالعاده يعني بشكرك. انا اللي بشكرك أسلام. ودايما سعيد ان انا دايما ببقى معاك. ربنا يخليك، ده شرف لينا يا كابتن. بشكرك شكرا جزيلا. انا بشكر حضراتكم شكرا جزيلا، وغدا حلقه جديده من البيتيكيت.